جديد مختبرات الرازي للتحاليل الطبية، ولأول مرة في ليبيا تم تركيب جهاز الكيمياء الحيوية BA400 بالفرع الرئيسي وجهاز BA200 بفرع طبلينو من شركة بايوسيستم الإسبانية. يتميز الجهاز بعمل 400 اختبار في الساعة، ويستقبل مواد تصل إلى 88 موضعاً في آن واحد، ويستقبل 135 عينة في نفس الوقت. يتكون من 120 كيوفيت داخلي لتحليل العينات في وقت واحد، وكذلك محطة الغسيل ذات 8 خطوات مع مستشعر التدفق الزائد، قارئ باركود للعينات والكواشف، تقنية مصدر ضوء LED مع التصحيح التلقائي لكثافتها. يسمح التصميم المضغوط بفصل مخلفات التلوث الكيميائي البيولوجي العالي عن النفايات السائلة الشائعة. الاختبارات التي يقوم بها الجهاز: إجراء جميع اختبارات الكيمياء الحيوية، اختبار السكر في الدم، اختبار السكر التراكمي، اختبار وظائف الكلى، اختبار وظائف الكبد، اختبارات الدهون، اختبار الحديد، اختبارات هشاشة العظام، اختبارات الروماتيزم، فحص النقرس، واختبارات البروتينات. مختبرات الرازي للتحاليل الطبية، الدقة في نتائج التحاليل.